محمد شاب يعمل في إحدى محطات غسل السيارات، أب لثلاثة أبناء براتب لا يكاد يكفي عائلته. تلقى خبر القرار الحكومي الداعي إلى تأدية خدمة العلم دون أن يعلق عليه بشيء، لكنه اكتفى بجملة واحدة وجهها إلى المسؤولين، وهي من سيصرف على أولاده إن التحق بالخدمة العسكرية. يعني هذا الشيء ذات يعني تروح جندي أو تروح الالتزام عسكري، هذا الشيء ما يفيدك. يعني عائلتك من ينطيها؟ ايش تاكل ايش تشرب بيهم؟ يعني يا اللي ينطيك. قادة عسكريون لم تكن آراؤهم متفقة مع فحوى القرار، إذ وجدوا تطبيقه بحاجة إلى تهيئة وإعداد لأشهر وربما لسنوات، لا سيما أن من سيلتحقون بصفوف القوات الأمنية سيكونون بحاجة إلى مراكز تدريب وتسليح، فيما أوضح أن التلكؤ الموجود حاليا في عمل الجيش ليس سببه قلة الأعداد. هذا القانون يحتاج لميزانية خاصة، يحتاج لصرف خاص، يحتاج لساحات، يحتاج لمراكز تدريب، يحتاج لكادر، يحتاج لتجهيزات عسكرية. الجندي اللي تجيبه يحتاج لرواتب، راح يصير عبء جديد على الدولة. زين، أضافة إلى ذلك أنه إحنا حاليا بساحات القتال ما عندنا نقص بالكادر أو بالجنود أو يعني الفرق موجودة حاليا، وأضافة للشرطة الموجودة اللي هي الشرطة الاتحادية متمثلة بسند يعني ويا القوات الأمنية، وأضافة لذلك الحشد الشعبي اللي قاعد يرفض الجبهة بكل امتداداتها. الآباء الذين كان تأثير العاطفة عليهم واضحا خشية على أبنائهم من مخاطر القرار، وجدوا تطبيق الأمر ضرورة لا يمكن غض النظر عنها، لكنهم اختلفوا في التوقيت عليه مع ما تمر به الدولة من أحداث اقتصادية. الخدمة الإلزامية كون التحديد لها فترة، مو فترة إنما سنة، يعني أن يكون 6 أشهر أو 5 أشهر حتى الشخص اللي يقوم بالخدمة الإلزامية يخلص هاي الفترة ويلتجئ إلى باب رزقه، يعني إلى شوف اللي كان يقدمه لعائلته. وهذه في وقت يرى فيه مراقبون أن تنفيذ قرار التجنيد الإلزامي صعب تنفيذه لضعف سلطة القانون، تؤكد الشريحة الأكثر من الشباب أن تطبيقه أمر شبه مستحيل. خالد السلامة، لقناة بلادي، البصرة.